تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، رفع فيها إلى سموه باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس الحرس الوطني. وأكد سموه في برقيته أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء للحرس الوطني منذ مراحل تأسيسه الأولى كان له الدور الكبير في تعزيز دور هذا الصرح الوطني في الحفاظ على أمن مملكة البحرين والذود عن منجزاتها التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في تعزيز جاهزية وكفاءة الحرس الوطني في أداء واجباته الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يديم هذه المناسبة على مملكة البحرين بالمزيد من الأمن والرفعة. وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني، أعرب سموه فيها عن الفخر والاعتزاز بتهنئة سموه بهذه المناسبة، مشيدا سموه بما يطلع به الحرس الوطني من أدوار كبيرة في الدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته بالتنسيق والتعاون مع قوة دفاع البحرين ووحدات الأمن العام. وهنأ سمو حفظ الله بهذه المناسبة سمو رئيس الحرس الوطني وجميع منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وأفراد، معبرا سموه عن عظيم فخره بما حققوه من إنجازات كبيرة.